أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة سمو الأمير الدولية الكبرى للرماية مشاركة 420 راميا ورامية يمثلون 42 دولة حول العالم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة تنظيم النسخة الثامنة من البطولة. البطولة تحمل اسم عزيز على قلوبنا كلنا، سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ونظمها في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي في دولة الكويت اللي يحتضن مقر الاتحاد الآسيوي ومقر الاتحاد العربي للرماية. وفي هذه البطولة حاولنا دائما مثل البطولات السابقة بس بشكل أكبر أنها تكون بطولة أيضا تشمل على دورات تدريبية متخصصة للناشئين. في معسكرات داخلية أقيمت، وأيضا رماتنا في الخرطوش كان هناك بطولات خارجية شاركوا فيها، والآن يشاركون في بطولة صداقة في المغرب، وإن شاء الله يعني يكونون على هبة الاستعداد وينافسون على حصد هذه البطولة الغالية علينا جميعا. مع العلم يعني أن أفضل أبطال العالم يشاركون في هذه البطولة، ولكن إن شاء الله ثقتنا في رماتنا ورمياتنا كبيرة إن شاء الله بتحقيق مراكز إن شاء الله. أنا في رأيي الشخصي وأنا عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي أن هذه البطولة تعادل بطولة العالم. وجود الرماة والدول الآسيوية والعربية والأفريقية في هذه البطولة إن دل على شيء يدل أن هذه البطولة ناجحة. لو قلنا أن تكرار هذه البطولة 8 سنوات على التوالي فهو نجاح كبير للبطولة.